في الأسبوع اللي فات تكتبت أحداث جديدة في تشريف الدوقي والصراع التنافسي حول لقب الموسم الخامس من ماستر شيف المغرب. خاصكم تعتمدوا على القوة ديالكم. في الاختبار الأول واللي كان بعنوان ماراثون التقنيات والتذوق، المتبارين واجهوا امتحانين اختبرت فيهم لجنة التحكيم المهارة التقنية في تحضير البيض بطرق طهي مختلفة. وبأعين مغمضين كانوا مطالبين بالتعرف على مكونات محلية وعالمية. لافاني، مزهر، سكنجبير. ومن بعد إعطاء نتيجة التحديين واللي خرج منهم أمين هو الفائز بأكبر عدد من النقاط. فرحت بصراحة، فرحت باسكو تبارك الله لي كونكورون اللي معايا كلهم يسون تري فور. انتقلوا المشاركين لمواجهة الاختبار الثاني، تحدي الفرق بامتياز، وتعطت الأسبقية الأمين الفائز بالمرتبة الأولى في الاختبار الأول واللي اختار مكان الاشتغال بالثلاجة اللي بغا واللي كانت مملوءة بخيرات فواكه البحر. أنا من بعيد تندير الأمين، لا أنا مزاوج. أما الفرق الأخرى فكان عليهم التعامل مع اللحوم اللي تفرضت عليهم. ومن بعد مرحلة الطياب بكل عواملها، كل فريق قدم مقبلتين وطبقين رئيسيين للجنة وضيوفها اللي تذوقوا وصوتوا الأطباق لبهرتهم واللي كان ديال الفريق الأحمر اللي حملوا النجمة الذهبية. فزت في النجمة الذهبية مع الفريق ديالي، وهاد النجمة كانت ديال الأب والأم ديالي. أما الفريق البنفسجي فغفلوا بعض التفاصيل وكان ثمن المرور لاختبار الفرصة الأخيرة. أول اختبار تحت الضغط، صنع طابليات الكحل صعيبة شوية في برايم الثالث. وفي أجواء الضغط والسواد، الرباعي المهدد بالإقصاء كانوا في مواجهة تحدي الحلويات بوصفة كان لازم عليهم يملؤوا فراغتها لتحضير حلوة لغولي أوماغو. ومن بعد 45 دقيقة تحضر المطلوب من بعد عناء كبير، وتقدم اللجنة وضيفها أحد الأسماء الكبيرة في مجال الحلويات الشيف عبد الإله. الحكام من بعد التذوق اختاروا مهدي للمواصلة وأسماء للمغادرة. ما عرفت نطيح الأرض، ما عرفت نوقف، ما عرفت نشكر لي جوري، ما عرفت نشوف الصديقة ديالي تاهي اللي مقصحة حدايا. ارتكبت خطأ، فهذا قانون اللعبة، ويمكنش أنني نتجاوزه. أما في هذا الأسبوع المغامرة غادي تقفل شهرها الأول، وحتى اللجنة غادي تقفل باب التساهل في أوامرها. في الاختبار الأول ومن قلب الأطلس المتوسط، المتبارين غادي يحضروا فطور بلدي من مكونات محلية أمازيغية والإنتاج الأقل إقناع، غير سلموا له الاختبار تحت الضغط. أما التحدي الثاني في هذه الحلقة غادي يخلي المتبارين يعيشوا مغامرة وتجربة طبخية استثنائية وهما على شكل فراق، واللي غادي يتطلب لياقة بدنية جيدة لإنجاح المطلوب. ومن بعد أجواء من الطبخ التقليدي الخالي من مظاهر التكنولوجيا، الحكام وضيوفهم غادي يتذوقوا ويصوتوا، وغادي نتعرفوا على الفريق اللي غادي يلتحق بالورشة للدفاع على حدوده في الفرصة الأخيرة واللي فيها غادي يكونوا في مواجهة الشيف محا. خليكم معنا باش نتعرفوا جميع على خامس مغادر أو مغادرة للمنافسة.
منطقة الحوز الخلابة غادي تستمر منافسة الموسم الخامس. المتبارين غادي يدخلوا الأسبوع الرابع في حكايتهم حول السعي وراء تحقيق لقبات السنة. مغامرات استثنائية كتسناهم اليوم. هاد المنطقة عجبتني بزاف وما كنتش منتظر أنني غادي نجي ليها من خلال ماستر شيف. الصراحة نتفتن بهذاك المنظر، واحد الجهة كيبانوا لك الجبال بويض الثلج والوسط جالس في وسط واحد الربيع والخضورة واحد الأنواع سبحان الله ديال الربيع اللي الخزامة ها أزير. السلام عليكم ومرحبا بكم في الأسبوع الرابع ديال ماستر شيف المغرب. كيف كتشوفوا كنتواجدوا في منطقة الحوز؟ كيف كتعرفوا هاد المنطقة معروفة ب الجبال ديالها والمغامرات ديالها والريادات اللي كتواجد فيها والمناظر الخلابة، كل شيء هادشي كتواجد في هذه المنطقة. إذا إن شاء الله غادي نبدأ الاختبار الأول من هنا. وكيف كتعرفوا هنا طبيعة، يعني الاختبار غادي يكون في الطبيعة، مفهوم؟ وي شيف. أمينة، كيف جاتك المغامرة ديال الكامبينغ في هذه المنطقة؟ هذا المنطقة زوينة بزاف وكنشكر ماستر شيف اللي سحت لي الفرصة باش نجي نشوف هذه المناطق زوينة اللي خلابة بزاف والثلج والطبيعة، وأول مرة كنكتشفها لأن ديجا جيت لمراكش وهاد البلاصة عمري شفتها. ياسين، هاد المنطقة مختلفة تماما على طنجة. الصباح فيقنا جبرنا الجو مشمش مزيون، كنشوفوا هكذا كنشوفوا زبروس الزهر، الطبيعه والخضوره تبارك الله، بلادنا مزيونه، وفوق الثلج ديك البيوطه ومنظر واعر من تحت مراكش. وهذه منطقه اللي انا اول مره نوصل ليها وكنتمنى ان شاء الله يحصل لي شرف ونعاود نوصل مره ثانيه لهنا. انا بغيت نعرف كيفاش تحسوا براسكم دابا، واش مستعدين؟ واخا ما عارفين شنو هو الموضوع ديال هذا الاختبار، مستعدين؟ المغرب معروف بزاف لي روندوني، لي روندوني وكاين النيفوات والسركويات مختلفين. الواحد يقدر يكون مع الاصدقاء ديالو او العائله ديالو او بولي بلو سبورتيف يقدروا يطلعوا حتى للطبقال. ولكن قول لي بلاد واحد لي في نهار ولا يومين الواحد يقدر يعوم في البحر الابيض المتوسط، يدوز لوسيان اتلانتيك، يشوف الثلج ويلقى راسو في الصحراء. طبعا الحال المغرب معروف بزاف لي روندوني لي تيكونوا في الصحراء على الصعيد العالمي، ولكن كاين بزاف ديال المنطقات اللي حنايا الطاقم ديال ماستر شيف المغرب بغيناكم تكتشفوها والمشاهدين ديالنا يكتشفوهم. اذا بغينا نشوف في الاطباق ديالكم هذاك لو كوتي افونتوري، المغامره اللي عشتو ملي بتو هنا في هذه الطبيعه. مفاهمين؟ وي شيف. حد سعيد لكم كاملين. بالاضافه لهادشي اللي سمعتو من جماليات اكتشاف هاد المنطقة، معروفة وطنيا وعالميا بالمنتوجات المحلية ديالها. واحد الحاجة، خليتوا الفطور ديالكم؟ إذن عندكم طاقة كبيرة باش تبداو الاختبار الأول ديالكم في هاد البرايم. إذن من دابا شوية غنتلاقاو في محل الاختبار، مفهوم؟ مرحبا بكم مره ثانيه في هذا المنظر الخلاب او هذا المكان العجيب اللي هو تير دامانار، يعني ايتوال دوريون. ومعنا بطبيعه الحال الضيف ديالنا اللي هو مسيو جون فرانسوا. مسيو جون فرانسوا بيانفينو، اون اي بيانفينو شي فو سي. اكسبليكي نو سكو سي تير دامانار. كوم فو لو ديزيي سي لا ترادكسيون دو بيربير دو لا كونستيلاسيون دوريون، qui est une constellation d'étoiles qui, effectivement, guide les nomades dans le désert, au pied des montagnes, dans un environnement extrêmement de verdure, un environnement géographique assez extraordinaire, au milieu des villages. Et ce lieu a été choisi parce qu'il correspondait tout à fait donc, à la philosophie du projet, qui était de créer de la valeur ajoutée, de créer des activités pour contribuer à faire vivre les villages et ainsi de contribuer, bien sûr, non seulement à la vie des villages, mais au développement des potentialités de Tanaout et de la région de Laos. Mille merci, monsieur Jean-François. Idan, nous sommes tous dans le lieu de l'extébar de la Oumsiya. Comme vous le voyez, nous allons vous demander de vous faire l'extébar de vous. ولكن كل واحد غادي يختار المكان ديالو، وهذا مهم بزاف لانه من بعد غنكتشفوا شي حويجات. بسم الله تفضلوا. ودابا بغيتو تعرفوا على المكونات اللي عندكم في هذيك القفه ديال العود. وي شيف. ثلاثه جوج واحد طب.
طبيعة الصناديق الغامضة كتستلهم مكوناتها من البيئة المحيطة بها. واش غادي نشوفوا مكونات محلية؟ ودابا بغيتو تعرفوا على المكونات اللي عندكم في هذيك البفة ديال العود. وي شاف. 3 2 1. طبيعة الصناديق الغامضة كتستلهم مكوناتها من البيئة المحيطة بها. واش غادي نشوفوا مكونات محلية؟ كيف كتلاحظوا عندكم مكونات ديال المنطقة أو أمازيغية، وبطبيعة الحال عندكم في واحد القاعة ديال الزاج واحد المكون مختلف. هزوه شوفوه. إذن بالإضافة للمكونات المشتركة بين كل المتبرين، متواجد عنصر كيختلف من صندوق لصندوق واللي كيمثل الثروة الغذائية الطبيعية اللي كتسخر بها المنطقة. قلت اش غندير بهادشي هذا؟ اش غنطيب به؟ اش من بلا غادي نخرج به؟ كوتر اشنو عندك في القاعة ديال الزاج؟ عندي الخليع شاف. والخليع سي فري كون على لابيتود نخدموه في الدار، ولكن البيض والخليع، واش جاي الماستر شيف دير الطاجين ديال البيض والخليع؟ نو سي با لو بوت. دونك كيفاش غادي تقدر داك الخليع، كيفاش غتقدر تدخل عليه شي تحسينات باش يولي غاسترونوميك؟ ياسين اش عندك في القاعه ديال الزاج؟ بالي شاف حب بيض بواسون فحال بيض الحوت. اش من حوت؟ صومو. ماشي الصومو هذاك، لا تخويت. من حسن الحظ ديالي انا جبرت داك البيض دو بواسون والبيض ديال الحوت اللي هو ساهل شي شويش، يعني انا كنت محظوظ فاش طاح فيا في هذا المقوم هذا اللي كان خاصني نخدم عليه، كنحس براسي انني محظوظ. خالد اش عندك في القاعه ديال الدجاج؟ زيتارغان. زيتارغان مزيان، جواب صحيح، تبارك الله عليك. بحال اللي شفتوا في القفيفات اللي قدامكم عندكم واحد المجموعه ديال المكونات، البيض، طحين، فواكه، لي ليغوم، بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يفكرونا في حاجه وحده، فطور بلدي، ولكن بطبيعه الحال هذا ماستر شيف المغرب. اذا فطور بلدي ولكن مشيك. لي شيف طلبوا منا في اول مره في هاد السيزون هادي، طلبوا منا نديروا لهم ان بيتي ديجاني. خاصو يكون منعش انرجيزون. لازم عليكم توجدوا 3 د البلاطوات، بلاطو لكل واحد في ستيل وهم سيرفيس، ولكن تنظن شفتوا الفطور البلدي اللي تيتصوب في هاد المنطقه، منوع المالح الحلو. اللي بغى يعجن بطبيعه الحال خاصنا عجائن بغرير مسمن بطبوط، اي حاجه، ولكن باللمسه الخاصه ديالكم وباللمسه المشيكه ديال ماستر شيف المغرب اللي الطابع ديالنا. متفقين؟ وي شيف. بغيت نفكركم في هذا الاختبار ما كاينش لي بيسري كيف كتشوفوا قدامكم. لي بيسري هي العلب اللي عندكم ولا في الامامهم ديال الشغل ديالكم. ما تنساوش الابتكار، الابداع، هادو كلهم حاجات اللي خصهم يكونوا في الفطور ديالكم. ما تنساوش بلا في نهايه هذا الاختبار اللي فيكم ما قنعناش غيدوز مباشره الاختبار تحت الضغط. فهم؟ وي شاف. عندكم ساعه ونص لهذا الفطور هذا. موجودين؟ وي شاف. 3 2 1. يلا. التحدي كينطلق، والهدف إيجاد الوصفة الناجحة اللي تناغم بين كل المكونات الأمازيغية لأمامهم واستخراج منها فطور بلدي ذوقي، رهان جديد لأول مرة كيخوضوه واللي لازم يكسبوه إلا بغاو يتفاداو يلبسوا الطابلية الكحلة. وبدينا بواحد الإنرجي بواحد الطاقة. بديت الخدمة بطبيعة الحال كان حدايا مهدي، مهدي ما ديجا خدمت معاه، ما كان عندي معاه حتى شي مشكل. المكونات كاملين اللي كاينين في البواط ميستيغ تصدى نونفي باش تفطر مزيان، يعني داكشي اللي تتشوف هنايا ديال باش انا كتفطر ما تعاود تقلب على الماكلة حتى السبعة. لا موالفين الخليع، كنعرفو غير بالبيض، رغيفات بالخليع. لي شيف بغاونا نخرجوا شي حاجة اللي هي ذوقية تكون زوينة. الصراحة كانوا عندي بزاف ديال ليزيدي، قلت مع راسي ساعة ونص غنبقى غادا بالتسلسل واللي اوبليغاتوار غنديرو، بقى ليا الوقت غنزيد شي حاجة فوق الشبعة، مابقاش ليا الوقت غادي ندير داكشي اللي عطاوني. انت عفريته في هادشي ديال المغرب بالضبط. انا راه كنصوب الخبز الدار، ولكن كنصوب لك الخبز اللي كيدخل الفران. جيت حدا امينه، سي تان بليزير نخدم معاها. اول حاجه اللي تخلعت منها هو الزيت اركان، لانه ما عرفتش واش غادي ندخلو. حسيت بالخوف، لانه كيفاش من خلال هذاك الصندوق الصغير نخرجوا 3 الباطوات ويكون في نفس الوقت تقليدي وعصري وفي لمسات ديالنا حنا. عبرت الطحين ديالي، عبرت 300 غرام ديال الطحين، حطيتها لتحت، ما جيت ندور هنا وهنا تلقيتها طارت. بديت الطحين اللي عندي قسمته ودرت وزادوني الطحين. كنسول فيها فين هو الطحين ديالي، لقيتها ديجا عندها واحد لوبول كيشبه لوبول ديالي. نسيها من عليه الشيطان.
لو بول راه ديالي زرق ماشي بيض. لقيت هي زاتها ودارت فيها الخميره والسميده ديالها وحطاتها. يا سهام نعليش الشيطان راه والله ما ديالك. اسبيرون تلقاها وتطلق مني لان ما عنديش الوقت دابا للمدار. درت قلبت لتحت مزيان ويبلي واحد لو بول ديالي ونحشم نضحك معاك. لقيت الطحين ديالي. شريتها لي؟ لا 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 لقيته. سمعي لي انا لقيت الطحين ثابت الفوز. عندك جينتي راه بعيده عليك. واحد غير عفطه على التوالي نوريك نكوي داك الصوكيك على جاتيني. خالد ديجا خدمت معاه والخدمه معاه بيرفكت ما عندناش مشكل كلشي مزيان كلشي بخير الحمد لله لحد الساعه. ليكم نعطيونا نخدموا في بلان واحد ديما خاصني خالد حدايا حيت كنحس بواحد الراحه واحد الكالم ما كاينش مشات الخلاء. ملي كاين خالد حداك مشات الخلاء. شنو بغيتي؟ فريزه. عندي واحد جوج ثلاثه اربعه الفريزات يلا قدوني للعصر. كنا تنخدموا بحال ان كيب ولكن سيباري يعني كنا ديك راه خصك شي استشاره تتمشي تشوفها مع امين بغيتي شي حاجه من عند ساره تتمشي لها. غنصوب بانكيك غنصوب واحد البطبوط ان شاء الله ندير واحد البيضه بوشي غنجد ملاوي معمرين ملاوي عاديين كونفيتير. على ما كيبان المشاركين رسموا افكار غنيه ومتنوعه ديال الفطور البلدي الذوقي وما غادي يبقى غير يتفننوا في انجازها وهذه عمليه كتحتاج التوازن في الاذواق باختيار مكونات ومرافقات اللي تناسب الفتره الصباحيه واللي تكون غنيه بالطاقه تخلي اليوم يدوز بحيويه. التحضيرات غدا على قدم وساق والكل باغي يبدع احسن طبق يحصل به على نجمه ذهبيه تميزه وتعطيه الاسبقيه في اختبار الموالي وهنا الضغط كيتزاد والتركيز كيقل. واحد لابلا كانت بقات مشعوله وجات كتضرب في هذيك لابوانيه ديال المقله وانا غير شديتها عطي بحال اللي ضربني الضو. دابا خصني نخدم ما عنديش كاع الوقت باش نتسنى ندير الماء وداك الشيء نشوفوا مورا لي بروف و ان شاء الله تدوز مزيان. اللي كنلاحظوا هو كاينه واحد المنافسه بين المتبارين وفي نفس الوقت واحد كيعاون الاخر واللي لاحظتوه هو مصوبين الورقه مصوبين بغرير مصوبين الحرشه بنكهات دي فخو اكزوتيك والنيفو ماستر شيف 2019 عالي بزاف. اشنو ظهر لك الشيف مريم؟ تنظن انه هو الصعوبه ديال هذا الاختبار هو انه ماشي واحد يفكر في فطور تيفكر في شي حاجه اللي سهله ولكن الصعوبه هو انه يرجعوا ذوقي. كاين بزاف 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 ديال التقنيات اللي خاصهم يخدموا وساعه ونص باش الواحد يحط بزاف التقنيات وخدم بزاف ديال لي برودوي او المنتوجات ماشي شي حاجه سهله. شاف خديجه تنتمنى ان اللي شنا يحطوه لينا يقدموه لينا لان داك الشيء اللي قلتيه خصوص البيض ماشي غير البيض ديالنا اللي كنفخصوه وكنقدموه هكذاك ولكن داروا وعندهم العجائن مختلفه رغم ان عندهم غير مكون واحد اللي مفرق ما بيناتهم يعني تقريبا جميع المكونات متشابهه. انا جاني غادي نفطروا مزيان هذا الصباح غنشبعوا فطورات وفطورات بلديين روميين وكاع العجن او العجائن اللي غادي ندوقوا ان شاء الله غادي نكونوا شبعانين مزيان. الحكام مقدرين ان التحدي ما ساهلش بالنظر لطبيعه المطلوب وفي الوقت اللي البعض وضفوا المكون الاضافي البعض الاخر مازال حاصل فيه. جا فيا الزراعه دابا باقي ما عرفاش كيفاش غنتعامل معاه باقي الراس ديالي تيدور تيحبس في شي فكره وديك الساعه غادي نديرها. انتبه وي شيف بقات لكم 45 دقيقه وي شيف الله يعاونكم الله يعاون ميرسي. داز 45 طياره كطير ما عرفتش كيفاش داز انا بعدا دونك كيبان لي الامور غاده مزيان باقيين دي تروك ولكن الحمد لله غاده مزيان. الورقه ديال البسطيله عمرتها بواحد الخالينواز ديال لاموند ودرتها مع واحد لا مورينغ كو جي مونتي ما غاداش في الوقت لان باقيين ليا بزاف ديال لي بريباراسيون وباقا عاد كان قادت وصافي صافي تلفت لان كنلقى راسي مازال ما دايره حتى النص. كلكو بريباراسيون واجدين باقي الخبز ما طايبش باقي البانكيك ما طايبش باقي العصير تا هو باقي ما دارش. دابا البيصار باقي خصني نبدا ندريسي في هاد الاومليطه اللي عندي راه بالصومو وشي واحد لاصوص ديال المانك قرفه باقي خصني كنطيب في البطبوط دابا كيفما كتشوف. التوتر في هاد الاثناء كيبلغ الاوج ديالو عند كل المتبرين اللي كيحاولوا ما امكن يلقاو التقنيات اللي غادي تبهر اللجنه لكن اللي غادي يخلق التميز جزئيات صغيره اولها المذاق وثانيها التحكم في عامل الوقت اللي كيبان درك بعض المشاركين وخلاهم يفقدوا القدرات ديالهم وربما يعرضوا نفوسهم لخطر اختبار تحت الضغط.
ميرسي ندير لك شي كلاصه. وي يا شنو صحابك دابا شويه غنبدا نتكملي انت تخليني نصوب الخبيزات. صافي بقات لي وحده. صافي امينه بصراحه عزيزه عليا وبغيت نعاونها وعطيتها البوطات كلهم تخدم على خاطرها. انا خديتي الكاسرونه مازال فيها هذا التخربيق ديالك. قلت لك حيدو. هادي ياسين هاك قلت لك قبيله حيدت هاتي من الكاسرونه. هادي ياسين ماشي ديالي ياسين. ولكن حيدي داكشي اللي عندك تما باش نخدموا لا كاسرون. الله يعطيك الستر. سالي دابا ديال الطياب اللي كنديروها دابا تزيرت باسكو حتى انا باغي البوطات وهي مازال ما كملتش لي بريباراسيون ديالها. سمعني يا مزيان. وي شيف. انا وليت غير كنشوف الشيف موحى كتبان لي شي فضيحه جايه. الجاد الحكام تشهد واحد الكويستاتي. مي نو حنا يلاه مضاربين مع داكشي واخا نزيدو اتاي. ما فيها باس الا صوبتي لي شي كويز يكون مسم بالاعشاب ديال المنطقه. فهم. وي شيف. الشيف موحى معروف كيتساهل فوي خماس مخدم عطيك شي ساعه ونص كيجيب لك الله صلى الله فيك في الوقت الا ولا كيزيدك شي حاجه يعني عطاك ساعه ونص عاد تصور شي حاجه اخرى عاد تجي في النص ديالها. ويلي 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 انا شحال باقي ليا ما يمكنش. تتشوف راسك باقي ما دريسيتيش باقي شحال من حاجه خصك تصاوبها قربنا نحطوا لي بلا ديالنا تتلقى راسك تتشوف راسك صافي صافي مشيتي. يا ربي شي حاجه طيب يا ربي. صراحه مازال ما بقاش الوقت ومازال ما ساليناش. ما كاينش حتى شويه. كيفاش ان الشيف موحى قال لنا غنصوبوا اتاي وحنا ديجا بقات لينا انا وامين على البوطه. الصراحه الوقت طار 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 وبديت كنترعد. دونك حنا مازال باقي ما واحدين غير في هذا الشيء مازال ما واخا اتاي كيبان كيكون ساهل ولكن ما مع هذا الشيء هذا ما جاتني صعيبه. حق الله العظيم تلفت صافي والو 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 تلفت واحد التلفه باقي غير الدريساج ولا معطل فيه خايف لا اليوم لا نمشي للتحدق. صراحه وصل الوقت ديال الدريساج وانا ما درتش داكشي اللي كنت باغي المهم ولكن الحمد لله. دخلنا للثواني الأخيرة من عمر هذا الاختبار وأخيراً بدينا نشوفوا الأطباق وهي داخلة في مرحلة زين والتقديم. ميحك حقيقي مروا منه في التحدي الأول والقادم أصعب. أشكال وألوان متنوعة كيتمنوا الحكام ترافقها أذواق في المستوى العالي. انتباه ويشف. اختبار سلا 10 سعود 8 7 6 5 4 3 جوج واحد. سيديكم السلام عليكم. امين تفضل. دابا راه غادي نقدم البلا ديالي. جو سوي ان بو نيرفو داكشي اللي درت ماشي بلدي بزاف ولكن كاين يعني لي برودوي ديال لا ريجون. قدمنا الفطور ديالك واش من الاسم عطيتيه؟ عطيتو الاسم حنا ما هنا في هاد الجبال زوينين لامور بوغ لاطلس. انا عجبني لاطلس. قدمونينا جالي الفول دونك صوبت واحد البيصاره الجبليه وواحد الخبز بطبوطه صوبتها في المقله درت ايك بينيديكت ولكن بالبيض ديال البلاد ومصوبه بالسومون فومي وفيها لافوكا ديال البلاد حتى هي واحد هولنديز وصوبت ان بانكيك امريكان درت فيه شويه ديال الارغان ولي فروي ديال البلاد حتى هما. دوزو تذوق. يلا بسم الله. المذاق كاين وعندك مزج ديال الاذواق بصراحه عطيتيها حقها تبارك الله عليك تمنك التوفيق. شكرا. شكرا امين. شكرا امين. شكرا. امينه تفضلي. امينه واش كانوا عندك شي صعوبات في هذا الاختبار؟ شويه كانوا الصعوبات ولكن الحمد لله قدرت نصوب كل شيء. اش سميتي الفطور ديالك؟ سميتو طبق مراكشي فيه العصري وفيه البلدي. شنو هو العصري وشنو هو البلدي؟ بالنسبه للبلدي درت ملاوي معمرين وملاوي عادي عاديين ودرت الحرشه. كنشوف بانه اعتمدتي بزاف على الفواكه. درت ديسير ودرت فواكه مقطعه كونفيتير ديال مطيشه وكونفيتير ديال الزبيب. شكرا دوزو التذوق. بسم الله. امينه كنلاحظ الفطور ديالك هو ملون حاجه واحده اللي خاصو يعني عجائن ناقصه واحد شويه المذاق بالعكس ديال الكواكامولي صوبتي بنين زوين ومن بعد عندك الفروماج كان عليك تخدميه شي شويه ما تخليش غير هكاك طريفات محطوطين وهذا اللي معسل زيدوا شويه السكر. شكرا مدي تفضل.
غادي عند لي شيف بالبلاطو ديالي، داكشي اللي طلبوا منا شويه عصري شويه داكشي ديال البلاد، يعني تنقول فهمت شويه التمرين على الله غير يعجبهم في المذاق. غادي نزول تذوق؟ يلا بسم الله. يلا البصره اللي صوبتي مانيفيك فريمون فريمون، المذاق هو هذاك لا كونسيستانس تبارك الله عليك. اتاي ديالك هائل، البانكيك ديالك جاك بلا وسحبيت بحال بيتا ولا طرف الخبز. على العموم مزيان مزيان تبارك الله عليك ابنتي. تفضل سارة تفضلي. الفطور ديالك متنوع وغني وفيه بزاف ديال الابتكارات، غير هو اتي شويه مجهد في العطور ديالو. شكرا ساره بارك الله عليك. عمر تفضل الله يخليك. عمر تنظن فهمتي مزيان الاختبار، عندك ثلاثه د العجائن اللي خدمتي. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هو انه كره خدمتي الحشوات ديالك باش يجي زيت في المذاق، ولكن على العموم مزيان. واخا شكرا عمر تفضل. خالد تفضل. راضي بالاطباق ديالي لانني خدمت بحال مجموعه ديال المكونات دخلتهم مدهش بزاف ديال الحوايج. كمية كبيرة ديال العجائن اللي درتي، العصر مزيان، عندك بزاف ديال التقنيات وبزاف ديال الخدمة، على العموم خدمتي مزيان، شكرا. شكرا شيخ. سهام تفضلي. سهام بالنسبة للفطور ديالك تخي سونتي، ما كاينش بزاف ديال لا ماتيغ غاس أو الدهنيات، على العموم مزيان، تبارك الله عليك، تفضلي. ليلى تفضلي. ليلى اول ملاحظه بغيت نقول لك الاطباق ديالك كيشهيو غير في الشوفه، دونك فطور زوين. انا بعدا مع الصباح فقت وشفت الاطباق غزالين. فشي شنو درتي؟ بغيت نفكر في السفنج المغربي ديالنا، درته بان اوتر فاسون، ودرت البطبوط مع الكونفيتور ديال ماطيشه، ودرت اون اومليت بافوز ولي زاكومبانيمون ديالها، واحد العصير ديال المونغ القرفه والليمون، واتاي اللي تلبسو منا بالاعشاب منسيم. دوزو التذوق بسم الله. اول حاجه بغيت نهنيك لانه درتي جوج انواع ديال العجائن، وبالاخص بينيه ديال البراليني بلديت، الله يعطيك الصحه. لا في المنظر ولا في المذاق، تبارك الله عليك. شكرا بارك الله فيك. ميرسي بوكو. ياسين تفضل. ياسين قدمنا الطبق ديالك وبالخصوص المكون اللي كنتي ملزوم باش تستعملو. قيت في الطبق في الفطور المغربي اللي هو اومليت وبطبوط، حاجه وحده اللي ماشي مغربيه هي الصومو اللي بين اومليت وواحد الكونفيتور ديال المانغو والزبده والقرفه. المنتوج الرئيسي اللي جاني انا اللي هو باي دو بواسو ما كيطيبش، درتو غير في الدريساج فوق ديك الاومليت هكذا باش ما نضيعوش في هذه. دوز التذوق. يلا بسم الله. الالوان كما تنقولوا حاضرين، التقنيات كاينه ولكن ماشي ما كتبتي شيء، العجائن ما عطيتهاش حقها، على العموم ما بين شيء. شكرا ياسين. مروان تفضل. مروان انا بالنسبه لي فطور خفيف بحال هكا، وبالاخص اذا كنت في المنطقه الجبليه ما غاديش يقدني، خصني ناكل. نتمنى تكون صوبنا واحد الفطور يكون غش ويكون مغربي وبنفس الوقت يكون فيه ما يتكال، ولكن يكون عصري ما فيها باس. اما الشيخ بالنسبه لي انا خفيف. شكرا تفضل. ياسر شيف. كوثر تفضلي. غدا بالاطباق ديالي اللي شاف كنت واثقه من الاطباق ديالي لان درت لو ماكسيموم وداك الشيء كيبان لي زعما زوين. كوثر تنظن خدمتي بذكاء وريتينا شي حوايج اللي مختلفين من المتبرعين الاخرين. الفكره ديري الورقه وتعمريها بام خليني، الفكره تصوبيها ام تيتاكوس وتخدمي هذاك الخليه فاسون بيكن، افكار اللي مزيانه اللي توري واحد النيفو في التقنيات. تبارك الله عليك. شكرا. ميرسي شيف. ما بقى لنا غير نزول المداوله. يلا بسم الله. يلا يلا. يلا.
من بعد تمرين شاق ومرحلة تذوق كلها إثارة، جدبة وقت الحسم. عموما أغلب الأطباق لقات استحسان اللجنة، وبعد قليل غادي نعرفوا الطبق المفضل والطبق الأقل إقناع. واقفين في ذاك الأجواء، البرد، الجو زوين، المناظر زوينة، كل شيء غزال، ولكن راه شدني الخلعة. أنا دابا راني واقف وراني مخلوع، ما عارف شنو غادي يوقع. احنا واقفين في الفيرديكت اون فاس مع لي شيف ديالنا، الخلعة بزاف لواحد الدرجة ما كتتخيلش. الاختبار ديال الفطور ما كانش سهل، كان صعيب لأنه الظروف بعدا ما كتساعدكمش، لأنه كاين الشمس وكاين البرد في نفس الوقت. والحاجة الثانية وهو راكم نتوما في الأوف سايد، يعني في واحد المنطقة جبلية، ولكن الفطور هو بنفسه صعيب لأنه باش توجد فطور كبير ودوقي ماشي سهل. إذن تشرفتوا بالمنتوجات المحلية، المنتوجات المغربية، وزدتوا مازال ليكزوتيزم في الفطور ديالكم. تبارك الله عليكم وكنشكركم بزاف. ميرسي شيف. النيفو الفوق، الله يدخل لكم ديما الفوق الفوق. تبارك الله عليكم. في طبيعة الحال لجنة التحكيم عندها واحد لو كود كور اللي غيحصل على النجمة الذهبية. بالنسبة لهاد المتباري أو المتبارية، خدمات أو خدم المكون اللي كان مختلف بين كون كاملين بواحد التقنية اللي طوب، وكان عنده أو عنده واحد لو برودوي اللي جاه جينيال، ان برودوي بوتيك نقدروا نقولوا كاع. هذا الاسم هو ليلى. ليلى واحد الفرحة انكرويام. بدوري غادي ننادي على المتباري أو المتبارية اللي غيدوز اختبار الموالي. أمين. برافو أمين. كوثر. بيدي. برافو أمين. عمر. برافو عمر. خالد. برافو خالد. بدوري عندي سارة. ساحيت وفرحانه وناشطه وعاد عاد تكلمت، لان لمده الاختبار كامله وانا يا كنت رعت. مروان. برافو برافو. علي مروان. سهام. علي سهام. سهام وانا نقول الحمد لله هاد المره هادي سلكت. امينه ياسين باسم لجنه التحكيم، ما هبطناش بالخدمه ديالكم، بالعكس كاملين خدمتو مزيان، ولكن ارتكبتو واحد الاخطاء بالنسبة للتقنيات اللي استعملتو وبالنسبة للمذاقات. واخا بالنسبة لك يا أمينة سكر، ها بالنسبة لك يا ياسين ولفتينا بشي حويجات اللي بالنسبة للتقنيات ضبطهم اكثر من هذا الشيء اللي صوبتي في هذا الاختبار. احساس خايب، انا ما كنبغيش نوصل لديك مراحل الاخيره باش ما كيزيد عليا، كنزيد نتنيرفا، كنزيد نتضغط بزاف. تتعرفوا قانون اللعبه، وقلنا لكم من الاول ديال هذا الاختبار واحد فيكم غادوز لاختبار تحت الضغط، وهذا الاسم هو ياسين. وامينه تقنيتهم ما كانتش في مستوى تطلعات اللجنه، وواحد فيهم دابا غادي يمشي ينتظر مصيره في اختبار الفرصه الاخيره. تعرفوا قانون اللعبه، وقلنا لكم من الاول ديال هذا الاختبار واحد فيكم غادوز لاختبار تحت الضغط، وهذا الاسم هو ياسين. وامينه تقنيتهم ما كانتش في مستوى تطلعات اللجنه، وواحد فيهم دابا غادي يمشي ينتظر مصيره في اختبار الفرصه الاخيره. ياسين. برافو ياسين. ما كنتش راضي على راسي، حيت ما بغيتش ديك المره نعاود نرجع عندك الموقف اللي عشته في مرزوقه، مي اليوم عشته، هذا هو المسابقه ونحاول قدام ان شاء الله. امينه تفضلي خذي الطابليه. عاوتاه امينه الطابليه كحله، ما عندي ما ندير، ولكن ديك الطابليه كحله كتقوي. بالنسبه لكم من دابا شويه نتلاقاو في الاختبار الثاني ديال هذا البرايم. حد سعيد. شكرا شيخ. ميرسي. We'll be right back.
محمية طبيعية كتمد زوارها بالطاقة والحيوية بمكوناتها الغذائية ومناظرها الطبيعية وأنشطتها الرياضية الممتعة. الفطور البلدي الدوقي ديال الاختبار الأول بكل صعوبته ما كان غير مقدمة الاختبار الثاني في هذه الأمسية واللي غادي يعيشوا فيه المشاركين مغامرة بمعنى الكلمة. كان واحد النوع ديال التخوف في الاول، واش غنتفاهم معاهم واش ما غنتفاهمش معاهم، واش غادي نقدروا نخدموا داكشي اللي عطاونا لي شاف ديالنا على احسن وجه. ليكيب دو 5 شويه قاصحه، لان اكيد جوج الفرق يعني فرقه غاده غاده للبي اس بي، كنا شويه ما عارفينش واش تبروفيتي في ديك الطبيعه زوين ولا تهز الهم لهذاك الاختبار اللي هو واش غيدوزك تحت الضغط ولا غادي تنجح فيه. السلام عليكم ومرحبا بكم في الاختبار الثاني ديال البريم الرابع. انتم بكم 10 جوج تلوان احمر صفر. اذا نزيد نقول مرحبا بكم في هذا المنظر الخلاب وهذا الجو الزوين، احنا فرحانين نستقبلكم وما بقى الا اسابيع باش نعرفوا شكون حامل لقب ماستر شيف المغرب. كاين واحد فيكم هنايا، شكون هو؟ كنقول ما كرهتش انا نكون ماستر شيف هذه النسخه الخامسه. في هذا الاختبار خاصكم تجريو تعرقوا غتخلعوا شي شويه، تنظن غتبغيو تعرفوا شنو هو الموضوع ديال الاختبار، ولكن ما غنقول لكم والو. الحاجه اللي غنقول لكم ردوا البال، متفقين؟ اللي خصكم تعرفوا في هذا الاختبار هو انكم خصكم واحد لينيرجي، واحد الطاقه كبيره قويه، واحد التركيز خيالي، لان ما عندكمش حق للغلط. لا ريبيتاسيون راه ديالنا كاينه اون جو وخصنا نديروا شي حاجه زوينه، اذا اللي كنطلبوا منكم حنا كلجنه التحكيم، حنا معتمدين عليكم على كل فرقه باش تكبروا بينا وتحمروا لنا وجهنا قدام الضيوف ديالنا اللي غادي يلتحقوا بينا بالبيت، ولهذا كنطلبوا منكم باش تلتحقوا بينا المكان اللي اشتغل من دابا شي شويه، فهم؟ كتستمر المنافسه بين احضان هذه الجبال الشامخه. بعد قليل غادي نعيشوا اطوار الاختبار الثاني في هذه الامسيه، لكن بعد تلقي اوامر الحكام. مرحبا بكم في الاماكن ديال الاشتغال ديالكم، وبحال اللي تشوفوا مورانا كاينه واحد لاباسغال ديال هذا لو كومبلكس اللي الواحد ممكن ليه يدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي سبورتيف، منها لا تيرونيال، لا كروبرانش، ولا لو بون سوسبوندو، او كيف تيقول لي هنا لو بون دي سانج. الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم هو ردوا البال، حيت غتعيشوا واحد المغامره عجيبه. دينا كنقولوا ناري واش غنطلعوا لشي جبل ولا شنو كاين؟ فريق الاحمر فريق الاصفر، البلان دو طرافي ديالكم تيبان لكم حرفي. وي شاف لحطوا. وي شاف واش هو الحل؟ حامضه وفوق شويه فوق شويه. اذا كيف كتعرفوا حنا كنتواجدوا في الجبل، ما كاين لا ضو لا ماكينه ولا الفشوش، ما كاين ديك العافيه والكاز ديك سميتو تا حاجه. خليناه الله. اذا اش غادي خصكم؟ المجمر، الرحه، ماكينه الكفته، المهراز. اذا هذا الاختبار كيعتمد على افوس دراع، دونك كونوا صحاح وقادين، مفهوم؟ وي شاف. نعتمدوا عليكم؟ وي شاف. الله يعاونكم. في هذا الاختبار نطلب منكم توجدوا لينا مقبله، طبق رئيسي وديسير اون تريبل. فريمون كنقولوا ديجا لي كونديسيون صعاب، وكيزيدوا يعطيوك تسعود ديال الاطباق اللي خصك تقدمهم، شي حاجه اللي زعما ما يمكنش. الحاجه اللي ما سولتوش عليها هي عندكم ساعه ونص لهاد الاطباق باش توجدوهم. تري ديفيسيل، يعني ديك لورغانيزاسيون خصها تكون كل واحد خصو يكون ضابط الامور ديالو، كل واحد خصو يكون عارف شنو خصو يدير. عندك ساعه ونص، راه ماشي الضحك هذا، وما عندكش حتى العافيه، عندك فخر. وغنزيدكم، فين هي ليبيسري او الحانوت؟ ليبيسري او الحانوت حتى هو غيكون سوسبوندو. بطبيعه الحال عندنا جوج ديال لي زيبيسري، وغنخليو الحظ يختار اين ايبيسري لاين ايكيب. فاهمين؟ وي شاف. فريق الاحمر انت ليلى اللي ربحتي في الاختبار السابق وعندك كود كوغ وليتوال، اذا غادي تكوني شيف ديال الفريق. اوكي شيف. فريق الاصفر اختاروا شيف الفريق. امين. 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 ليلى عندك هنا جوج ديال الاطباق، انت عندك الحظ تخيري واحد فيهم.
هنا هو اللي عجبك واش هذا اليمني ولا اليسري؟ نقول بسم الله وغنختار اليمن. طب حلو لا كلوش. عندي الشيف الخزامه. خزامه برافو الفريق الاحمر. خزامه انتما لوز شجره اللوز واش هذيك كتسمى بالشحاج تيكن كان لوز اش تيكن كان لوز يعني الورده ديال لوز صافي ما نقولهاش هذيك كل فريق تعرف على الرمز ديال لي بيسري ديالو لوز الشجره خزامه انا اللي كنطلب منكم دابا اختاروا شكون هو فيكم اللي شويه صحيح ولا تعتمدوا عليه في القوه باش يمشي يجيب لكم لي بيسري ديالكم فريق الاحمر شكون ياسين ياسين وي فريق الاصفر ياسين مروان دابا غادي تمشيو تجيبوا لي بيسري ديالكم تيغوليان طبعا الفرقه الحمراء اليوم اصحابي كيعرفوني ديك الولد ديك السريع ديك الفيزيك يعني غير عطيتيني الحاجه نمشي ليه نجيبها ما تخافش عليا حاربي ما تخافش عليا مره كلشي اتفق بالزربه راه انا اللي غنمشي نجيب هذاك الشيء اللي في لي بيسري اذا لي زانغريديون اللي غنطيبوا بهم واليوم باينين في شي بلاصه راه صعيبه باش توصل ليها ما بين ياسين ومروان كيمشيو يجيبوا المقديه نتوما غادي تربحوا الوقت وغادي تصوبوا الخبز ديالكم نسمى اللي بغيتو تعجنوا الدليك فهم وي شاف والفران راه قريب ليكم غادي تصوبوا تفرنوت فهم وي شاف الخبز ديال المنطقه اغروف حاجه مهمه اللي كتعجبكم مزيان بزاف هي لي بيسري لي بيسري كتبقى محلوله الى لحقتو مفتوحه باش الا كان شي كونديدا نسى شي حاجه يمشي يجيبها واه فوق وي شاف ماشي مشكل واجدين وي شاف على بركه الله ثلاثه جوج واحد طق يلا 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 مغامرة فريدة من نوعها غادي يعيشوها المتابعين في هذا الاختبار كتحتاج الشجاعة والجرأة واللياقة البدنية العالية تعطى لو توب مشى ياسين لبس الادوات ديال السلامة باش يجيب لينا ليبيسري مروان دابا راه غادي يمشي يجيب لينا المواد اللي كاين في البيسري داك الشبل الاخر ليه ليكيب كيزيدو كيزيرو فيا كيصنطوني انا كنقول هذاك الشيء غيكون صعيب هنا بدا الادرينالين كيطلع بدا ديك الاكشن عطيت لي في جهدي وصلت وسبقت مروان باقي ورايا لو بون صعيب حيت فيه هادوك لي بلونش فيهم بزاف ديال ليسباس وما خصكش تشوف لو فيد ولكن خصك تشوف لي بلونش حيت فين كتحط رجليك وانا فين ما جيب ديك الحبل كنحاول نصاغر داك المنظر منظر واعر صراحه كنشوف عيد ونشوف عيد تعلقنا غادي بحال شي صاروخ ولكن البيزاج مانيفيك عندنا واحد لا فيو اللي تحد ما شافها وصلت البيسري ما عقلت شي على مروان جمعت البصله جمعت المانج جمعت الفرومبواز البنان الخضره كامله وجميع الانواع ديال اللي جبرت حدايا هزيت في الوقت اللي ياسين ومروان في تحدي كبير مع الحانوت للوصول ليه ما كانش سهل الفريقين بزوج شرعوا في تحضير خبز تفرنوت بالاصول ديالو الحمد لله حنا مفاهمين واخا انا شاف ديكيب حنا كلنا كنخدموا ايكيب وحده حتى واحد ما شاف على الاخر جات فيا العجينه صراحه انا مو كنعجن في الدار ولكن الخبز تفرنوت وفي هذه المنطقه هذه عمري ما تفرنوت عمري ما جربته وعمر ما درته اللي صعيب في هذا الخبز انه ماشي خبز عادي اللي كنديرو انه خبز منسم بالاعشاب ديال المنطقه وخبز اللي كيطيب في واحد الفران ديال مبني بالطين رهانات كبيره امامهم لازم يكسبوها واولها التحضير والطياب بالادوات البدائيه التقليديه
فوالا تكلفت بالعجينه اللي غنديروها في المقبله، غنديروا واحد الشكل رافيولي على حسب كنديروا حنا في الطاليان بزاف، كيكونوا عامرين اما بالحوت ولا باللحم. لقينا العطريه حتى حاجه ما مطحونه، كلشي باقي فخي، كلشي باقي جديد، خصنا ندقوه حنايا بيدينا، خصنا نديروا بزاف ديال الحوايج. وكنتسناو مروان يجيب لينا من لي بيسخي، حتى هما ما عرفناش باقي لحد الان ما عرفناش شنو فيهم. مشينا على شي حوايج بلديين غنحاولوا زعما نرطوهم بلو مودرن. نقدروا نقولوا بلي المشاركين كيواجهوا اصعب اختبار مر عليهم لحد الان، بالنظر لعدد التحضيرات، التوقيت والظرفيه اللي كيشتغلوا فيها. بالنسبه للونطري غنديروها اباز الحوت، غنخدموا لونطري بلا باز الحوت، غنديروها كوم كونيل، غنخدموا مع لي ليغوم ديالها في لو بلا برينسيبال. نحاولوا نخدموا لا غرياد منظر هنايا والشوا والغابه داكشي، دونك غنحاولوا نخدموا لي غرياد افيك دي صوص زوينين داكشي. و لو ديسير الشيف ديالنا حنايا اللي عندنا بطل العالم في الديسير، الشيف ليلى. تبارك الله ياسين جاب كل شيء. مشينا حنا كنستفوا لي بيسري ديالنا باش تكون مقاده، باش اللي حتى شي حاجه يمشي يجيبها يلقاها تبان ليه. عشت واحد التجربه، وصلت عند صحابي تلاقاني المهدي، فرحوا بيا وصفقوا عليا ورابوا ياسين، يعني جبت لهم داكشي اللي خصهم كامل. مروان وصل تبارك الله، جاب ان بانين، تقول راه جاب البيسري كله ثقيل، عرفتي جاب لينا تبارك الله الخيرات. منين وصلت حسيت راسي بحال البطل، ميسيون اكومبلي. الفريق الأصفر والفريق الأحمر في قمة التنافس، كل المواصفات حاضرة في الطباخ الهواس ديالنا، روح الفريق، ضبط النفس، الإبداع والأكيد المذاق غادي يكون في الموعد. الكل كيتسارع مع الوقت، أكبر عدو في كل التحديات وهو سبب الضغط والقلق. مشيتي تشوف شي حوايج ما كنتوش دايرهم في البروغرام ديال هذا؟ حيت ما بقاش اللحم، ولا عندك الحوت؟ كاين اللحم. كاين اللحم. هذا شحال خدمتي؟ مثلا انا علاش قلبتو دابا هذا الشيء ملي كاين اللحم؟ انت اللي قلبتيه؟ انا كنا دايرين لا غرياد، يعني سي سا لو بلا فرونسي. يعني كيس كيس باس؟ واش شي حاجه تبدلات وانا ما خبريش؟ ما نبقاو في لو بلانيك اللي كنا غادي فيه، حيتكم غتكبوا شي حاجه راه ما غتخرجوا حتى حاجه. انت اللي نسيتي اللحم. دي ستريسي، داك لو بلان اللي درنا إليتي زعما توتالمون تبدل. واش مهدي هاد الوقيتة عاد غتوجد اللحم معصب كيغوت؟ قلت له مهدي كالمي توا، إن شاء الله غادي يقضنا الوقت. هاي خويا هانت 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 هادو قلنا البغوشيت ما كاينش، الغافيولي خالد سي بون ياك؟ لا صوص بيستو، صوص بيستو خاصها تطحن. لحظات بحال هذه كتحتاج فريق منسجم ومتكامل وضبط اموره باش يقدر يتقدم في تحضيراته بدون اخطاء، لكن من الضروري في هذه الاثناء مرور اللجنه للتوجيه والنصيحه. امين كي داير الخدمه مع الفريق ديالك؟ وشنو كتصوبوا؟ غادي ان شاء الله نسايدو فيغ، غنصوب واحد الغافيولي في ديك الغافيولي، غادي نديرو شويه ديال الحوت كون فايسيي دو فومي في الفاخر افيك ان بو دو باي و دوني ان بو ان كو فومي. حنا جينا هنا لهاد الجبل وجينا للطبيعه وصوبتي دي غافيولي، نقدروا نديرو نصوبو مثلا بالبات ديال المسمن، نصوبو بحال شي حاجه بحال الغافيولي، با فورسيمون لا بات تاع غافيولي. امين بالنسبه فكروا في كل طبق ديالكم ديروا واحد البسمه ولا نكهه خاصه بحال اللي قال لكم الشيف موكا اللي غتعطي واحد المعنى للمنيو ديالكم. حاول تخدم بالمكونات ديال المنطقه، الحاجه اللي هي اون بلوس هي مثلا بحال هذا اكزوتيك تقدر تزيدو باش تعطيه شي حاجه جديده. اما لي باز المهمين اللي عندك وهو مكونات المنطقه، لا بد لي نور المنطقه غنيه بالخيرات ديالها تفضل، ومعروفه بزاف الحوايج لي فكري غوج، معروفه بزاف المسائل. والحليب، الحليب عندهم البقر، دونك الحليب اون بوغ الحليب ولي زو. حتى سعيد لكم وبقى لكم بزاف الوقت. وي ميرسي، ميرسي الشيف، ميرسي ميرسي ميرسي. دينا غادي نديرو لونطخي فيها دي كونيل دو لوباغ، غنعمرهم بأون صوص دو فرماج وغنطيبوهم، غنديرو معاهم لي زاكومبانيومون ديالهم وأون فينيغريت لي فخوي غوج وهذا، غنديرو لو بلا برانسيبال فيه كبده، شويه مشرمله ماروكان وخبيز جنة. شنو غادي يطيب
وغادي نديرو دي فيلي دو فيوند عاد نطيبوهم. ولكن بلا واحد بلا واحد غتكون الكبده ولا فيوند وي وي بوغ لو ديسير كنت عوالا ندير ان طران بالالا ماروكان ما عنديش الفران دونك سي با بوسيبل. حمرت الطحين فوق الفاخر ودرت فاصون سلو. نقول لك واحد القضيه القضيه ديال سليلو وي تكيه ميرسي شيف زوينه ميرسي شيف باش تقول لي كرامبل وي سليلو نقدروا نقولوا احسن من الكرامبل ردي البال حيت واخا بغيتي تعطيهم النكهات المغربيه مزيان ولكن الاغلبيه ديال لي ديسير ديالنا تيكونوا حلوين بزاف وثقال بزاف نو ديروا ليكيليب ويش بغيتي تزيد ما زهر مرحبا اما غير نقصي ديال الحلاوات من هذا اي العسل ما درتش حلو بزاف نقصي ليه الحلاوه زيدوا الطحين محمر زيدي الطحين محمر نقصي الحلاوه باش يكون ديسير يلا الله يعاونك ميرسي شيف ميرسي بوكو هادي ما تقليهاش بزاف ديجا راه قليتها لا 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 غادي نديرها هي تصافي باسكو غتدخل في الماء ما تبقاش لا حتى شي اللي دابا لا انا غنسربحها صافي ما تزيدليهاش الطلات مشات واش نقدروا نخليو في يديرو بحال شكل الملفي هذاك نقطعوهم ومن بعد نزكيو دابا انا ما فهمتش واش كيفاش شوف الدراري كيفاش غادي تفومي نتا الحوت وهو ديجا مقلي بحال هكا كيف فيه ما فهمت والو انا هذا هذا اللي فيه سميتو هذا شويتو هذا لا ولكن حنا قلنا غادي نشويو الحوته شنو ديروا دابا خدمت مع الاصدقاء ديالي ولكن اوبليجي كوم شيف ديكيب نسولهم اش كديروا واش هادشي هو اللي ديرنا في البلان ولا لا خالد بدا كيقلي الحوت ما قال لي والو بدا كيدير في لوبرجين ما تفقناش جعدي امين بقى فيه شويه الحال انا هو يدير الطريقه ديالو وانا بندير الطريقه ديالي ولكن في الاخر عقبنا اتفقنا صوبنا الطريقه بحال نص الطريقه ديالي انا ونص الطريقه ديالو هو انتباه ويشاف قالت لكم 30 دقيقه درتي الزيت سمعتوني ويشاف سمعتكم ويشاف بالإعلان على مرور ساعة من وقت الاختبار مسألة إنهاء المطلوب ولات كتبان شبه مستحيلة مع عاد نصف ساعة اللي بقات واش نقدروا نقولوا أن الفريقين غاديين يخلقوا الحدث وما غيحضروش الأطباق التسعود حنا الساعة ديال المكانة مازال ما وصلنا لتا شي بلاصة حنا مازال غاديين كيبان ليا حتى حاجة مازال ما جداس حتى حاجة من لي بريباراسيون ما كاملة اللي يمكن لي صافي نبدا ندريسي بحال دابا أن بلا ونقول ألي فازي جو عندي شي حاجة ما نحط في الطبسيل والو سخفاتي أوف سخفاتني أنا ندر وأنا ندور وهي تدور من جهة أخرى خصها جوج الناس باش واحد يالله يدور يدافز معاها وواحد يشد الفتة باش تبقى عاوتاني الحاجة نقية حيت طريفة الكبدة راه ما يمكنش تحط الناس بلا خاصي با وتحط لي فيه بروشيطه فيها ثلاثه ديال يمشي فحالو حتى ما يعاودش يجي عندك يلا انا غادي لفرناتشي ليكيب اللي معايا قالوا لي عمر انت خفيف غادي تقدر تمشي تهبط حتى للفران فيت في وتطلع فيت في كنكتشف ان خصنا نطيبوه وكل شيء احنا اللي نديروه ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى باش شي حاجه اللي غتحطوا بها الخبز ولا غتجبدوا ما كايناش سهام وعمر خدوا على عاتقهم يطيبوا خبز تفرنوت في الفران التقليدي الخاص به واللي كيحتاج درايه في التعامل معه وتفاصيل تقنيه دقيقه باش يصدق هذا المكون الاساسي في المائده الامازيغيه الوقت كيزيد يقترب من النهايه لا الخبز طاب ولا الاطباق بانت ملامحها لكن مع ذلك الفريقين بزوج ما مستسلميش وخدامين بكل جوارحهم حنا خدامين 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 افون زعما نديروا البوسيبل ديالنا ولكن مازال عندنا دي بريباراسيون بزاف باش نوصلوا لهاد لي بو بلا اللي بغينا نديروهم كنا غنديروا اكثر ديال لي بريباراسيون مي نظرا للعوامل اللي كنطيبوا فيهم ولذاك الوقت ولكثره الاطباق اللي طلبوا منا لي شيف ديالنا حيدنا ودرنا ليسونسييل مي ان شاء الله غادي نكملوا الاختبار ديالنا مزيان ملاحظه لازم نشيروا لها الفريق الاحمر كيظهر متفوق على الفريق الاصفر من ناحيه التنظيم وتقدم التحضيرات وفي الوقت الاحمر بداو في الدريساج الاصفر حاصلين ومحتاجين المساعده ديال عمر انا عمر فين نشا عمر اللي هو عمر ما دارش الدخالين
فين هو فين مشى؟ فين هو؟ عايصوب. كيطيب الخبز. عمر زفنا باش يمشي يخبز ورا ما رجعش. ما عرفناش فين هو وزعما انا بوزوان دو لوي خصنا يرجع باش يخدم معنا. قاصحة ستريسيت ضغط تلفت ما فهمت جسني انا كيف تقاصحة حيت حنايا كفريق اقتنعوا يعني اتفقوا على واحد الراي يعني قالوا صافا يعني نتبع انا كل من اللي قالوا كومونس دريساج اون كومونس لو دريساج يلا ما متقدسوش نصوب انا ليس كاوتار اخيرا الفريق الاصفر قرروا يبداوا في الدريساج ديالهم في حين الفريق الاحمر تقدم بمراحل في تزيين اطباقهم ولكن بلاتي اش خبر تفرنوت واللي مشاو يوجدوه صافي بغيت نحط طابليه ونحبس هذا الشيء كامل هما بصح ما كانوش عارفين ولكن كان خصهم يحترموا هذاك لوفي اللي درت حيت كانوا معاونين عليا بزاف في الدريساج اخذ ليا وقت كبير هذاك الخبز ملي طلعت لقيت سيت خوطاغ ثواني قليله ويبدا العد العكسي ديال الحكام كنشاهدوا الان اللمسات الاخيره اللي غادي تتوج مجهود الفريقين اللي تسارعوا بشكل خيالي لتحضير ثلاث مقبلات ثلاث اطباق رئيسيه وثلاثه ديال الديسير في ساعه ونص وبادوات تقليديه من دابا شويه غادي نشوفوا نتيجه ابداعهم سمع ليا مزيان بيشاف اختبار السلام خمسه اربعه فريق الأحمر تفضل جا وقت الديغوستاسيون مشينا تفاجئنا بأن كاينين الضيوف اللي غادي يدوقوا مع لي شيف فريق الأحمر قبل ما نبداو التذوق أول حاجة بعد الناس ما محتاجينش للتقديم ولكن نبغي نقدم لكم سي إبراهيم الشكيلي اللي هو مخرج كبير ومعروف على الصعيد المغربي والعالمي مرحبا بك سي إبراهيم شكرا بطبيعة الحال كليلة اللي هي معروفة في الشاشة ديالنا وفنانة كبيرة بطبيعة الحال شرف لينا هذا باش تكوني معنا وبطبيعة الحال بغيت نقدم لكم نوفيسا اللي كتعرفوها كاملين الفنانة الكبيرة ديالنا المغربية تبارك الله عليك ومرحبا بك إذا شيف ديكيب قولي لنا أشنو صورتو لنا في لونتخي درنا دي ميني بالوتين ديال لوباغ وفخوماج وبليزيرب ديال المنطقة طبق رئيسي درنا كبدة ماروكان بالشرميلة ديالنا وداكشي ودرنا كفتة تهية بليزيرب وهذا وشويناها دي ليغوم فوندونت طيبناهم في وسط الفخر لداخل ودرنا في لو ديسير سلو فاصون كرامبل ودرنا اون كريم ديبلومات بليز اغروم والخبز بيان سور اللي طلبتو منا تبارك الله عليكم شكرا للفريق الاحمر تفضلوا حنا غاديين كنقولوا يا ربي يا ربي يعجبهم هذا الشيء اللي فريمون ضربنا عليه تماره ماشي سهله كنقولوا يا ربي يكون هذاك الشيء بنين ويعجبهم فريمون يعجبهم اول حاجه بغيت نهني الفريق الاحمر وسلو في المذاق رفيع بنين ولكن الطبق الرئيسي تيبان ليا اللحم باقي خضر والمقدمه عاديه سي ابراهيم الشكيلي اش تيبان لك انت في التذوق ديال افراد الاطباق هادو ديال الفريق الاحمر هاد لي بلا هادو معروفين عندنا في ديولنا هادو المغاربه مي عندهم واحد بريزونطاسيون واحد لوغو شويه تري اولفي و سي انتريسون الانترو ال ديسير افيكتيفون سي كيلك شوز كو جو كوني مي كو جو ديكوفر لالا كليلة شنو بان لك في هاد الأطباق ديالك؟ صراحة عجبوني بزاف، سي دي بلا تراديسيونيل و جاو أوريجينال، و الديسير عجبني بزاف. لا نوفيسا شنو بان لك في الأطباق؟ عجبني بزاف الديسير، غادي نبدا بالديسير واخا ما نبداش بالديسير. عجبني سلو سي تري أوريجينال، كلشي مزيان سي تري بيان. إذا ندوزو للفريق الموالي شكرا. فريق الأصفر تفضلوا. غنهضر مع لو شيف ديكيب اللي كان امين كي جاك هذا الاختبار العجيب نقدروا نقولوا هي دي الحداقه ديال بصح ما كان غير لذيذات والفخر واش صعيب ما كاين لا غاز لا فورنو لا والو مروان مشى تال هي باش جاب البيسري
دونك سيتي سيتي ديفيسيل ولكن فواحد فواحد المنطقه اكستراوردينير. غتقدم لنا المقبله طبق رئيسي والديسير. نونتري درنا اون صوص فرواد ماروكان كنا ماريني بزيت ارغان رافيولي درناه بلو كور دوبرجين وبالسول كنا فومي وداك الجلده ديال لوبرجين هي اللي درنا بها لي شيبس. طبق رئيسي خدينا لا فيوند لي ماريني في رومارين سوفاج. بالنسبه لو ديسير درنا اون كريم انغليز اون افي واحد لا كريم طلعناها بالسكر فوق منها واحد شويه ديال القرقاع بوغ دوني داك لو كروكون. تبارك الله عليكم غندوزو دابا التذوق تفضلوا. ميرسي شيف. بون ديغوستاسيون. القلب كيضرب الخلعه حنا راضين على الاطباق ديالنا ولكن واش عجبوا لي شيف واش عجبوا الضيوف بقينا مخلوعين مخلوعين. بالنسبه للفريق الاصفر اولا استعملوا بزاف ديال التقنيات. ثانيا بالنسبه للمذاق ما عندي ما نقول لا سيزونمون اي بارفي ان توكا بور ليكيب جون كاين الخدمه الحقيقه. الفريق الاصفر الا تعذب تعذب على شي حاجه عطى شي حاجه عنده مز في الاذواق مز في لاكومبانيومون ديال الاطباق كلها اللحم ما عندنا ما نقولوا تبارك الله عليهم. سي ابراهيم رايك ديالك في الفريق هذا؟ ما عندي ما نزيد على داكشي اللي تقولوا حيت سي فري شاك انغريديون في شاك بلا تذوقوا سيباريمون ماشي دي انغريديون ماشي دي غوليتي تخلطوا باش تفهم شكون هذا وشنو تري تري بون ان توكا جيم بيان. كليله اشنو ظهر لك؟ ما عندي ما نقول طريقه التقديم رائعه بزاف سايبوا هادشي كله بالفاخر راه شي حاجه تبارك الله عليهم برافو. نفيسه اشنو ظهر لك؟ عجبني بزاف لو رافيولي فاصون اوريجينال جيم بيان جيم بوكو. كنشكر الضيوف ديالنا وعندي لكم سؤال لانه درتوا عمل جديد انتوما بثلاثه بغيت غير نعرف كيفاش كان العمل انتوما بثلاثه واش هذا العمل مون طونك رياليزاتور يعني فرحت بزاف درت فيلم ان بو كومبليكي وقصه زوينه وعندي نجيب بكل شانس باسكو خدمت مع الممثلين وممثلات اللي كاين هنا حاضرين في المستوى و سي تان غران بليزير ان شاء الله هذا الدور الفيلم يكون في مستوى. حنا كنتسناو في فريق الصبر ونتمناو نشوفوه ويكون في الشاشات السينمائيه المغربيه والعالميه بطبيعه الحال. سميتو كومباك 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 ان شاء الله نتمناو التوفيق. اذا دابا ما بقى لنا غير ندوزو للتصويت بسم الله يلا. مرحلة التصويت على أشهر الأطباق بدأت. إحنا عرفنا قصة كل طبق كيف وجد والمجهودات اللي تبدلت فيه. لكن الكلمة الفيصل للمذاق والبناء. اللحظة الحاسمة وصلت. لكن برغم كل المجهودات اللي قدموها المتبرعين، إلا أن اللجنة ما كانتش راضية على ما تقدم لها ولضيوفها. باسم لجنة التحكيم بغيت نقول لكم ما كانش هاد الاختبار سهل. علاش؟ حيت اعتمدنا لي شيف بروفيسيونيل او اي واحد في دارو يكون عنده لو ماتيريال او بزاف الحوايج اللي تعاونونا في الطياب. ولكن بالنسبه للفريق الاحمر والاصفر خاصني نقول لكم شي حاجه. ردوا البال حسينا مع لجنة التحكيم في الاختبار الاول والثاني انه النيفو هبط شويه. واخا عودتونا على شي حويجات زويونين دينين وشي تقنيات واعرين واخا وعدونا انه المره الاخرى اللي غنشوفوا اطباق بحال هكا متفقين؟ يلا غندوزو النتيجه ديال التصويت مع شاف مها شاف اذا النتيجه ديال التصويت ديال الضيوف ديالنا وديال لجنه التحكيم عندنا أحمر أصفر أحمر أصفر أحمر أصفر أحمر أصفر أحمر أصفر
جوطون روج جوطون جون جوطون روج جوطون جون هو كيحط دوك لي جوطون وانا الخلعه كتزيد كتزاد احمر اصفر وي ما بغاوش يتقاداو هاد الاقراص هادو حنايا ستريس ديالنا كنتسناو بدينا كنحسوا بالخلعه بدينا حيت كنا بحال بحال يعني شكون الله اعلم اذا بقاو عندي هنا لون واحد شكون الفريق اللي غادي يلتحق بامينه في الورشه في اختبار الفرصه الاخيره واش الاحمر ولا الاصفر اذا بقى لون واحد بسم الله هو إذن بقاو عندي هنا لون واحد شكون الفريق اللي غادي يلتحق بأمينة في الورشة في اختبار الفرصة الأخيرة واش الأحمر ولا الأصفر إذن بقى لون واحد بسم الله هو لون الله أصفر أنا قبل ما يقلب الصندوق شوف ديك الصفرين تما غلابين الحمرين تما على كل شيء حاجة اللي عجبتني تشوكيت فيها سكو لقينا لي جوطون ماشي مفوتين بواحد ولا جوج مفوتين بزاف تقبلت النتيجه بروح رياضيه وكنتمنى ندوزو ان شاء الله لو برايم سا اذا سويت كان ديال لون اصفر تبارك الله عليكم وبرافو عليكم فريق الاصفر انتو متوفقين اذا الفريق الاصفر كتستحقوا النجمة الذهبية يلا بسم الله برافو عليكم كان عندي طموح باش نعمر هاد البلاصة كاملة بالنجوم وقدرت نوصل للنجمة الثانية وهذا فرحة كبيرة كنحس بها أول نجمة ذهبية تبارك الله عليك عطاني الشيف موحى النجمة الذهبية وأخيرا شحال تسنيت هاد النجمة سي فري خديتها اون ايكيب وكنتمنى ناخذها اون انديفيديوال ان شاء الله خالد وصل النجمه الثانيه ان شاء الله الثالثه والرابعه والخامسه وحتى الفينال الفريق الاصفر بلا ما ندخل في لي ديتاي واخا ديال علاش ربحتو راه كان باين و تنهضروا على لجنه التحكيم ولكن تنهضروا على الضيوف ديالنا اللي ذوقوا كان هذاك الشيء باين قبل ما نحلوا ونشوفوا النتيجه من المرات الاولين حيت نورمالمون سي تري بروش دونك تستحقوا برافو عليكم كلمه تنساوش عطيو حسن المره الماجيه واخا وهنيئا لك الاول نجمه ذهبيه برافو كاتر برافو كاتر فرحانه بالنسبه لكم الفريق الاحمر تلقاو من دابا شويه الاختبار التالي ديال هذه الامسيه اللي هو اختبار تحت الضغط ونتحقوا أمينة تمشيو تسترحوا واحد الشوية وشكرا لكم كذلك شكرا شكرا تمشيو تسترحوا الخماسي المنهزم في الاختبار السابق التحق بأمينة وعلى ما كيبان ياسين مكتب ليه يلبس طابية الكحلة في البرايم الرابع من بعد ما فلت منها في الاختبار الأول لازم يديروا أكثر من جهدهم باش يكونوا في منصة الأمان السلام عليكم ومرحبا بكم في آخر اختبار ديال الأمسية وهو اختبار تحت الضغط كيف رجعنا من ذاك المنطقة اللي هي خلابة منطقة الحوز الجبال الأطلس الكبير اللي هو فيه النجوم وفيه واحد الطبيعة اللي اكسبسيونيل ما كتخص تمشي تشوفها باش تحس بها وهذيك البلاصة فيها مجموعة ديال لي زيتوال وتانتوما نتمنى لكم تجمعوا أكبر عدد ديال النجوم ونتمنى لكم الحظ السعيد تنظن بديتو تولفوا بالورشة دخلتوا شفتوا الأماكن الاشتغال ديالكم كي دايرين كان واحد المكان الاشتغال زايد بواحد الشاشة وبطبيعة الحال بحال اللي تتشوفوا شاف موحى مشيك طريقة أخرى أون بروفيسيونيل أون شيف بروفيسيونيل بحال اللي تتعرفوا
هذه اكثر من 32 عام والشيف محا نقدروا نقولوا رمز ديال الطبخ المغربي ومن اول ديال لي شيف او نقدر نقول الاول اللي بدا وخدا هذاك الطبخ المغربي ودار فيه واحد اللمسه الخاصه ديالو وموديرن. اذا نطلب منكم تبقاو مكونسنترين معاه غيكون ظريف معكم وغيشد واحد الريتم اللي تقدروا تمشيو معاه مزيان. ما تنساوش انه الشيف موخا سخي والمذاق مهم بزاف، ردوا البال نتوما تطيبوا تذوقوا. فهنايا الرجلين ديالي فشلوا، قلت ما يمكنش تكون عندي السرعه والدقه باش نتبع الشيف موخا. يعني باش تجاري الشيف موخا خصك واحد التركيز كبير 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 وبزاف. ملي كنا راجعين من اقليم الحوز فكرت نجيب معايا مكونات ديال المنطقه وبطبيعه الحال طبخ ديال جهوي ديال هذيك المنطقه ديال الحوز اللي هي غنيه بالمكونات وغادي تعرفوا عليهم دابا شويه. كيف سمعتوا غتخدموا اون سيميتاني مع الشيف موحى، خصكم تبعوه خطوه خطوه كما تنقولوا دقه بدقه، لان ما تنساوش بلا الشيف موحى كيمشي بواحد الريتم سريع. فوق وي شاف عندكم ساعه تحضير طبق ديال الشيف موحى. واش غادي نقدر يطيب ليا هاد الشيء في ساعه ولا لا؟ طلبت من الله يكون واحد لا بروتيين اللي كطيب بسهوله، ما تكونش شي حاجه كتطلب بزاف الوقت باش تطيب. المنتوجات اللي غتحتاجوا ليها غتلقاوها في تحت ديال الاماكن الاشتغال ديالكم. كنعاود نفكركم عندكم ساعه واجدين على بركه الله. ثلاثه جوج واحد طب. اذا الطبق اللي غنصوب لكم اليوم هو طاجين ديال الملج بالخبيزه والقرنينه وبطبيعه الحال الشامبينيون ديال منطقه الحوز. اذا بسم الله خذوا البلاطويات ديالكم. المكونات المشكله للطاجين اللي غيحضر الشاف امامهم، والصراع غادي يكون في مجرد ايقاع الشغال الطباخ كتفوت تجربته 32 سنه في عالم الاذواق والتقنيات. جبنا البلاطو من تحت لقينا فيها منتوجات ديال نواحي مراكش اللي مشينا ليها، فيه اللحم فيه هذا الحامض المصير الحامض العادي، فيه الزعفران الشعره فيه الكمون، المهم عرفت غنطيبوا واحد الطاجين مغربي مراكشي. اذا بسم الله غادي نجبدوا كوكوت صغيرة غادي يديروا فيها شوية ديال الماء نشعلوها عليها العافية. غادي ناخذوا الملج ديالنا وغادي نقبطوه لأنه من منطقة الحوز بعد الخطرات كيكون شوية قاسح لأنه كيطلع مع الجبال، دونك كنحلوه شوية وكنحطوه كوكوت. كنزيدو شويه ديال الزعفران، كنزيدو كمون، كنزيدو السمن، كنزيدو زيت العود، كنزيدو بيكربونات دو صوديوم الى كان اللحم شويه عندنا الوقت قصير كنزيدو شويه باش كيعاونا في الطياب راه طبيعي. كناخذوا الثومه ديالنا ديز نسبعه ما كنفلتش عيني عليه، سبعه ايطاب ايطاب كنشوف واش كيدير، كنشوف ليكرون غدا خدامه معاه مزيان، درت لي لي زيبيس اللي عطانا نخدموا بهم. دابا غنزيدو شويه الملحه وغادي نديرو سيترون كونفي او مصيب، ومن بعد غادي نسدو على كوكوت ديالنا ديال سيترون كونفي. نص الصعوبه دائما هي في سرعه الشيف موحى، سريع بزاف 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 بزاف. واخا انا كنقول انا خفيف وتصحابي كيقولوا عليك ياسين ديك سريع اليمامة، ولكن اليوم ما قصرت والو، الشيف موحى خفيف تبارك الله. عيب شويه الشيف، ردوا البال بين الربع اللي عندكم كل حاجه والدور ديالها. عندكم القزبور والمعدنوس، عندكم مشي بيا الصباح بالتلمون كنحاول نزرب معاه في نفس الوقت هبطت على صبعي. منطقة الحوز عطتني الإلهام باش ندور ونشوف أشنو كاين عندهم في المنطقة، بانت لي الخبيزة بانت لي القرنينة، قلت علاش لا نبتكر شي حاجة اللي جديدة. شوية ديال
بزار تحميره تحميره مزيان و ملحه نخليوها تسلق واحد شويه من بعد غادي ناخذوا بصلاح الريف شناهي واحد لقيتها تتهز راسك تطلق انت باقي راسك تتقرط في البقوله والشاف محارتها يقطع في الخضر يعني بدا تيهرب شي شويش هادشي داكشي ديال ارانب ديال ماراطون 5000 غادي بالك الشاف محاوه بدات كاع من بعد كنقصوا خيزو ديالنا تعوه على جوج باش يكمل في الطياب ومن بعد غادي نحطو يطيب ها هو من بعد غادي ناخذو كاين جوج الانواع ديال الحامض كاين كيف كتشوفوا الحامض البلدي والحامض حلو نوع من الحامض حلو يعني ردوا البال كاين واحد فيهم شكون نتوما تعرفوه كاين الحامض مسير واحد النوع ديال الحامض جديد اللي هو حلو حامض وحلو ما دخلتش الراس هذه ويلي حامضه وحلوه شنو هذا الشيء هذا حاولت ندوقها فعلا لقيتها راه حلوه ومن بعد غادي نرجعوها للقبيله ديالنا وغادي نسموها بالزيتون الاحمر من بعد غادي ناخذوا الشامبينيو ديالنا غادي نقطعوهم وغادي نحطوهم مع بصيلة و ونعاودو نزيدو واحد شويه زيت العود باش تسمو حتى هما والبزار باش يخرج المذاق ديالو مزيان اذا دابا غنزيدو السكر ونعاودو نزيدو واحد شويه ديال الماء هانتوما شوف دابا خضيره زوينه بنينه متبعين معايا كلشي غادي مزيان كتمتبع الشيف مزيان حاجه بحاجه كنشوف يديه فين كتمشي كنشوف ليكرون ما فلت حتى شي لقطه بقيت متبعاه بقات لي حاجه وحده هي الباربه كنقول فين دارها ديرونجاتني خربقاتني كنقول ما يمكنش كنشوف كنحاول ما كتبانش ليا الباربه في البلان دو طرافاي ديال الشاب خليتها خفت نمشي ندير شي حاجه تخرج عليا ناخذ كاسرونه صغيره وغادي نديروا فيها شويه ديال زيت العود وغادي ناخذ الحامض حلو وغادي نحمروه هذيك اختي غادي غير نحمروهم نتسناو تزيد تسخن ونحمروهم ومن بعد غادي ناخذ لي شونتريل ديالنا نعزلوهم لانه غادي يمشيو مع البقوله او الخبيزه والقرنينه اذا غادي يبقاو هنا وغادي نخلطوهم مع البقوله ديالنا من بعد كاينه واحد الفوله باقيه لانه غير كيتب ساهل في طياب الفول اذا من بعد ما سخن الزيت غادي ناخذوا لي كارتي ديال الحامض حلو وغادي نقليوهم شويه ديال الزيت من بعد ما قليناهم غادي نحطوهم واحد السليفه ونخليوه نصف مده الاختبار مرات والورشه كتشهد معركه طبخيه كيدافعوا فيها المتبارين بشراسه على مقاعدهم في المسابقه خصوصا ان التحدي اللي امامهم ما سهلش كيحتاج التركيز المطلق الانصات الجيد سرعه الاداء الدقه في الكميات والعبارات والاكيد النفس الطويل وعدم الاستسلام غادي ناخذ اللحم ديالنا وغادي ناخذ واحد الميكسور عندنا هنايا غادي نزيدو لاغاغاغ وهو وهي غادي نقول لكم بعدا طبيعيه وكتنتج في المغرب الا كنتو كتردوا البال راهم كتشوفوا شي صياده كيجبدوا شي الك من جنب البحر كيخليوه يفرشوه وهذا كيتسمى لاغاغاغ راه مغربي منتوج مغربي 100% وكيجي من البحر في الخدام واحد لقيتها تتهز راسك في التلفازه تيبان لك الشاف المحافظ فريمون راه مشى لواحد لي بريباراسيون واحد اخر
يعني ما عندهمش علاقه كاع بالبوطه، بدات يصاوب حويجات خريب، بدات يقاد في سميتو في لاصوص ديال بيناتهم دخلوا في لاصوص تما تنقول هذا. اسمعوا لي مزيان، مكونات كامله هي حاضره هنايا، الوردات شلبانه والوردات باش ديكوريو لي بوز ديال الحلبه، البوس ديال الباربه والوردات اللي هما ديال الجلبانه. دابا ما بقى لينا غير تفو التلفزيون، انا ما بقى ليا غير تقديم يعني دريساج، بقى لكم 10 دقائق ديال الدريساج. الا ساليتو انا غنصوب الدريساج ديالي، نتوما منين تساليو كلوشيو تباصل ديالكم، مفهوم؟ وي شيف. ما سمعتكم. وي شيف. الله يعاونكم وحد سعيد. طياب المكونات كلها كمل والتحضيرات وجدات، واللي فلتت عليه حركه من الشيف محا غتبان في طبقه. بدون شك صعوبات كثيره واجهتهم في التمرين، نبغيو نعرفوا اهمها. بزاف ديال الصعوبات لقيت ان السرعه ديال الشيف محا ما يمكنش تجارها، ما يمكنش، واخا تكون عداء محال وقيله توصل للسرعه اللي كيطيب بها الشيف محا. حقيقة البريم الرابع عموما كان مستوى اختباراته عالي بزاف، وما غادي يفلت من الإقصاء غير اللي فعلا كيستحق المواصلة. بتشجيعات الأصدقاء اللي مرتاحين في منصة الأمان، عملية الدريساج في تقدم مستمر. حاولت نتخاطب باش ندرس، لأن ديك المكونات اللي عطاونا شي جابوا لنا شي ورود من ديك المنطقة وشي زريعة وهذا، حاولت ندخلها في الطبق ديالي، وكان كان إن شاء الله كنطلب من الله ينال الإعجاب ديالهم. انتباه. وي شاف. اختبار السالة، 5 4 3 2 1 كلوشي زوديكم. أكلوشي. ياسين تفضل. ياسين ميشاف، اشنو كرهتي في هذا الاختبار واشنو عجبك في هذا الاختبار؟ وما عجبوني وكرهته بجوج، هي السرعه ديال الكشاف تبارك الله عليك، صعيب شي واحد يخدم قدامك ولا يجاريك. ياسين بغيت تكتشف الطبق ديالي. ميشاف. يلا بسم الله تفضل. ياسين ميشاف، فخور بالطبق ديالك. نوعا ما. أنا بالنسبة لي تجاني ملون، كيبقى المذاق هو اللي مهم والأساس. على الله يكون المذاق في المستوى. ندوزو التذوق. بسم الله. يلا بسم الله. شكرا. بالنسبة لي مذاق هائل، أنا عارف الطبق ديالي قريب بالنسبة للصوص. حاجة واحدة اللي كثر فيها هو كثر شوية لاكاكاك في لاصوص، ولكن الطبق البنة ديالو هائلة. كاين مجهود كبير وبالنسبة للمذاق الطب. ندوزو المتبرير المجي. يلا بسم الله. سهام تفضلي. وانا غدا بالطبق ديالي كنقول يا ربي يكون على الاقل كيشبه ديال الشيف محا، ولو غير واحد 20% ولا 10 بارك عليا. بالنسبه ليك واش ظني انه الطبق ديالك غيتشابه خصوصا في المذاق؟ في المذاق كنظن يتشابه لحقاش حاولت ما امكن ندير بحال الشيف محا. مزيان، نكتشفوا دابا. يلا تقدمي. الطبق ديالو كان تبارك الله غزال زوين، بهذيك الوريضه حمراء بواحد الالوان كانت غزاله بزاف. شنو بان لك سيام؟ وهو تبارك الله الطبق ديال الشيف محا منور. شنو ضر لك الشيف محا بالنسبه للتقديم ديالك؟ كي جاك التقديم ديالك؟ شخصي، وكان نشوف بانه عندك ذوق في التقديم، تبارك الله عليك سيام. شكرا، غندوزو للتذوق. تفضلي. كنقول راه غادي يعجبهم المذاق، انا درت مجهود كبير ودقتو وعاود دقتو ولقيتو بنين محمض كما كيبغي الشيف موحى، متاكده ان الطبق ديالي غادي يكون حتى في المذاق غادي يكون بنين. لا كويسون دي ليغوم هي هذيك، بقاو كروكون، اللوينات بقاو. انا عجبتني اوسي بزاف لا بريزونطاسيون، تبارك الله عليها، واو تري تري بيان. سهام سمعت النصائح، كل مكون عطى حقه. ندوزو للمتبرير المجي. يلا بسم الله. يلا. امينه تفضلي. انا هزت الطبس ديالي وانا كنرجف، كنت ترعد غادي نطيح انا وياه باش نقدمه للي شاف. مستعده باش تكتشفي الطبق ديال الشيف محا؟ وي وي شاف. تفضلي. بسم الله. حليت الطبق كنلقى فرق كبير، واحد الاختلاف كبير ما بينه وبين الشيف محا في الدريساج. اش دار لك في التقديم ديال الشيف محا؟ تبارك الله الطبق زوين والدريساج زوين بزاف. شكرا امينه. ندوزو للتذوق. وانا راجعه وانا قلبي كيزدح كيزدح كيزدح، وخايفه خايفه، كنقول صافي هذه وقيله التاليه هنا في ماستر شيف. انا عندي مشكل كبير في التقديم، الجنب ديال التبصيل كيبقى نقي
الماكله كتبقى الوصف ولا في الجنب ولا فين ما تعير هنايا حاولي يبقى نقي، والمذاق ما عنده حتى علاقه بالمذاق ديالي. امينه عودتنا على مذاقات وعلى الضغميرات ديال الشيف مريم الى اخره. اليوم واش زعما الزربه وهذا ما عرفتش كيفاش ندوزو المتبرع ماجي. يلا بسم الله. سارة تفضلي. هذه اول مره كندوز اختبار تحت الضغط، دابا ما عندي حتى شي شانس، يعني الا ما عجبهمش لو بلا ديالي المشوار ديالي غيسالي هنايا. سارة في هذا الاختبار واش خايفه من الاقصاء؟ ضروري يا شيف، هذا هو قانون اللعبه، الا غلطت في شي حاجه نستاهل انني نتقصى. وكتظني بانه الطبق ديالك غادي يكون في المذاق قريب للطبق ديالي؟ نتمنى من الله يا شيف. شوفي الطبق ديالي. اكيد يا شيف. تفضلي. شكرا. قال لي تفضلي باش نحلوا لي بلا. حليت لو بلا ديالي، كيبان لي لو بلا ديالو ما عرفتش واش نقدر نقول قريب ولا بعيد، لانه هو عنده واحد النظره وواحد ليكسبيريونس اللي انا مازال ما عنديش. انا بالنسبه لي التقديم ديالك لا باس به، غنشوفوا المذاق ان شاء الله. شكرا. ندوز التذوق. يلا شكرا. شكرا سارة. شكرا. نتمنى ان شاء الله يكون خير، ما تكونش هذا الاختبار هذا هو اخر اختبار ديالي في هذا المسار، وان شاء الله يكون خير يا رب. بالنسبه لي التقديم كان هائل، حاجه وحده اللي هي فيها مشكل، الخضره حرقاتها شي شويه، ولكن اللحم طيب من داكشي الخرج بنين. اللي زاد فيها شويه واخا انا عزيز عليا المصير بزاف، زادته في هذاك الخليط جا محمض، ولكن بزيت بزيت بكل صراحه. دوز المتبرع ماجي. يلا بسم الله. يلا بسم الله. ليلى تفضلي. الله يخليك. عيطات لي الشيف مريم باش نقدم الطبق ديالي، مشيت وشويه الثقه شويه ديال التخوف، احاسيس مختلطه. واش بغيتي تعرفي واش الاطباق ديالكم تيتشابوا بالنسبه للتقديم؟ وي شاف. تفضلي. دينا لي كلوش اون ميم طون انا والشيف، كيبان ليا واحد شويه ديال التشابه. شنو بان لك يا ليلى؟ كاين واحد الاختلاف. الحاجه الاولى اللي تنشوفو ماشي واش يتشابهوا فين محطوطه كل حاجه، ولكن الحاجه الاولى اللي تنشوفو الالوان ديال المقوله، الالوان ديال لي ليغوم باش نشوفو كيفاش لا كويسون. وبالنسبه لهاد الجوج متقاربين مع الشيف مو دونك ديجا، ولكن بالنسبه للمذاق هادشي اللي بقى لنا. جيسبر. اذا تفضلي وغندوزو للتذوق. ميرسي بوكو. شكرا. عرفت بانني نجحت في الدغيساج ونجحت باش نوصل للشيف الفكره ديالي، بقى التذوق كنتمنى حتى هو يكون في المستوى ويعجب الشيف موح. اللحم طيب ديالو هو هذاك، لي ليغوم بقاو في اللوين ديالهم، الحاجه الوحيده هو هذاك الخليط ديال البقوله، زاد فيه عاوتاني اللحم المصير. والمشكل مع اللحم المصير ماشي غير لو دوغري داسيديتي، هو الملحه تي ملي تذوقو تيولي مالح بزاف، ولكن على العموم كاين الخدمه وتبارك الله عليها. ندوزو المتبرع الماجي. يلا بسم الله. يلا مهدي تفضل. انا غادي بالطبق ديالي يا شيف، جيسبيغ يكون تريساج او ما يكون قريب شي شويه تريساج ديال الشيف موحى. كيف جاك الاختبار؟ الاختبار كانت فيه صعوبه واحده، هو تبع لو ريتم ديال الشيف موحى، يعني لو ريتم باش تيمشي تبارك الله الشيف موحى فيك 30 بليس دو 30 طون ديكسبيريونس، نهار غادي نوليو نتبعوه ديك الساعه صافي راه ما عندنا ما نبقاو نديروه هنا في ماستر شيف، نمشيو نحلو حتى حنايا الريستورون ديالنا. واش واجد باش تكتشف الطبق ديال الشيف موحى؟ وي. اذا تفضل. كيفاش ينمي اون فالور كاع دوك لي برودوي في الطبسيل ديالو فريمون تنبانو دي زاماتور. كيفاش كتشوف اطباق بجوج قدامك؟ كاين الفرق في لو دريساج. هدي شكرا، غندوزو التذوق. مرحبا بصحتكم وجيسبيغ يعجبكم. مرحبا شكرا. الدريساج ديالي تا هو ما بيهش، تيبقى ديك الساعة التذوق وتيبقى لوكو واش كاين في داكشي اللي طيبت ولا لا. مهدي واخا هكاك واخا ما شافش مزيان، الحيمة عنده ما شاء الله، البقولة والقرنينة حتى هما تبارك الله عليه. كان عليه غير نقص شوية من الأكاغ أكاغ كثرها. سي شاف ما بقى لنا غندوزو المداولة. يا بسم الله. يلا. وجدت اللحظة اللي تباروا عليها السادية المشاركين اللي في دائرة الخطر، شاهدنا تقديمات أطباق بلمسات شخصية اقتربت بنسب لا بأس بها من تقديم طبق الشاف، وحتى من المذاق كان حاضر، لكن كاين أطباق اللي خلا العبر والتقدير في الطياب والكميات. اللحظة اللي وقفت أمام لي شاف باش يعلنوا على النتيجة، صافي شدتني واحد الخلعة، بقيت كنبكي قبل ما نسمع النتيجة. باسم لجنة التحكيم بغيت نقول لكم عارفين راه ماشي اختبار اللي ساهل، مي تيكونوا لي تيست اون سيمولتاني، خصوصا مع الشيف موحى اللي الريتم ديالو صعيب باش الواحد يتبعو واخا، ولكن بغيت نقول لكم
درتو مجهودات كبار وشفنا الفرق بين الاختبار الاخر اللي درتو وهذا، بدا كاين تحسن. ونبغي نهنيوكم على هادشي، بقاو غاديين في هاد الريتم. اطباق كانت على العموم زويون، تبارك الله عليكم. كاين واحد الطبق اللي هو كان فوق المستوى اللي انا براسي طبقت به وقلت بهاد السرعه وكيف كتقولوا الخلعه وداكشي ويتصاوب طبق فائق اللي المذاق اللي طالع وبنين وحتى في التقديم كان في المستوى. طبق هو ديال هو او هي طبق تمكن من ابهار الشيف محا وخلاه يفقد الكلمات في التعبير على اعجابه به، وهذه نادرا ما كتوقع. شكون صاحبه او صاحب الابداع واللي غادي نستيف العناء اللي مر او مرات منه؟ سيام. كان زوين وبنين، لا قل ولا اكثر. تبارك الله عليك. سمعت هذيك سهام فما تيقتش راسي. قلت الحمد لله، الله ما خيبنيش، هذاك الجهد اللي ضربته كله اعطى نتيجه. بدوري غادي نادي على ثلاثه ديال المشاركين اللي تفوقوا حتى هما وكانوا في المستوى، اللي هما ليلى. فرحت بزاف وطلعت وارتحيت، مشيت عند صحابي فرحوا بيا حتى هما والحمد لله ربي ما خيبنيش. ثاني هو ياسين. ياسين وصلت من الدروز، وصلت من ديك الدريجات، ما عنديش رجلين انا نزوم ديك الدريجات. انا ما كرهتش كون جاو هزوني بحال ديك الهزات العماريه هكا ويفرحوا بيا وحطوني تما. وصلت عندك لي طونطو امين زرته هو الاولاني، صحاباتي كلهم فرحوا بيا. غنادي عليه ميدي. الو واش عفان؟ الحمد لله شاف خديجه قالت السميه ديالي، دونك سولاجيت فريمون سولاجيت. امينه ساره، لقيتو جوجكم قدام لو جوري او لجنه التحكيم حيت ارتكبتوا واحد الاخطاء في الاطباق ديالكم، واحد الاخطاء تقنيه، وكان واحد الفرق بين الاطباق ديالكم حتى بالنسبه للتقديم. اذا الدور ديالي غنادي على الاسم ديال المتباريه اللي غتبقى في هذه المغامره ديال ماستر شيف المغرب، وهذا الاسم هو صرامة قانون المسابقة. في اللحظة كتجلى، لا مجال للتردد ولا العاطفة، وثمن الأخطاء غادي يكون غالي، واللي غتواصل معنا هي إذن الدور ديالي غنادي على الاسم ديال المتبارية اللي غتبقى في هذه المغامرة ديال ماستر شيف المغرب، وهذا الاسم هو صرامة قانون المسابقة. في اللحظة كتجلى، لا مجال للتردد ولا العاطفة، وثمن الأخطاء غادي يكون غالي، واللي غتواصل معنا هي سارة. تفضلي. فرحت بزاف لان ما غنمشيش، ما كنتش باغا نمشي في الصراحه، ولكن في نفس الوقت بقى فيا الحال على ود امينه، ولات بحال ولينا بحال العائله. امينه، الا قارنا الطبق ديالك مع ساره، ساره ارتكبت خطا واحد، هو هذوك لي ليغوم او لي زاكومبانيمون، كان واحد جوج طريفات زادوا من الطياب وتحرقوا شي شويه على الجنب. بالنسبه لك الطبق ديالك كان في لاكومبانيمون ديال هذاك الخليط ديال البقوله. اولا واش قارنتي اللون ديالو مع اللون ديال الخليط ديال شيف موحة؟ شحرتيه، نشفتيه، ما بقاش هذاك اللون ديال هذيك الخضوريه، نشف تحرق شي شويه. اولا، ثانيا ملي الواحد تيخدم بلي شامبينيون خاصو يرد البال، ورد البال مزيان، خاصو يخليهم في الماء وهذاك التراب تيطيح لتحت وعاد تيتحكو باش ما يكونش تيتغزو. واخا امينه راكي شاركتي بشرف ياك لمن كتهدي هذا، لانه راكي وصلتي للبريم الرابع كوميم. تبارك الله عليك، راكي وصلتي لواحد المرتبه، ما نسيش بانه البريم الرابع وانت من بين 15 المخيرين ديال المغرب 2019، ما تنسيش لمن كتهدي هذا المشاركه اللي شاركتي
كنتمنى نزيد نقدم، ولكن ما ساعدنيش الحظ. وكان هذه البنات اليوم اللي اغلى حاجه عندي، وبخصوص ايا اللي كان هذه لها نام عندي مريضه ودائما في السبيطار، دائما كان هذه لها ما كنستحملش باش تقبل هذا النهار هذا، ولكن ما عندي ما عندي الحمد لله على كل شيء. برافو امينه، الله يخلي لك بنيتك ووليداتك. امين. الله يطول لك في العمر ويخليهم ديما بجنابك وتكوني بخير وعلى خير. هذا فوز بالنسبه لي، وكنهديه لبناتي بزاف، ايا وملاك ونهيله ونور، حتى هي بنتي وحتى هي كنبغيها بزاف بحالهم بحال بناتي، والحمد لله هذه هي المسابقه. امينه، كيف القانون ديال المباراه؟ هذه صعيبه بالنسبه لي. طب ليا عاد عرفت القيمة ديالي عند لي شاف، عند الأصدقاء ديالي، عند كل شيء عرفتو كيبغيني، عرفت كل شيء عرفتو كي يعني كنت خلق لهم واحد الجو زوين، ما سحبنيش أنا كاع هكا، كنت في مصدر شاف أنني عندي واحد القيمة عندهم، ولكن اكتشفت أنني الحمد لله لي شاف بكاو معايا، عنقوني وساوني، قالوا لي كلمة زوينين، بردوني وصحاباتي عاوتاني كلهم. بارك الله عليك. لحظة مؤثرة على قلوبنا، أمينة كتغادر الورشة في اتجاه عالم الطبخ اللي الأكيد غادي يفتح دراعو ليها. بالتوفيق أمينة. بالنسبة لكم غنتلاقاو الأسبوع المقبل مغامرات جديدة في ماستر شيف المغرب، وغنطلب منكم تاخذوا إكزامبل على أمينة والقوة ديالها والقلب الكبير ديالها. الله يخليكم، حتى ماستر شيف المغرب تاع هو هادشي. واخا يلا ارتاحوا. سلامة. سيروا ترتاحوا الأسبوع المقبل إن شاء الله. سلامة سلامة. في الأسبوع المقبل المتابعين ديالنا العشرة غادين يواصلوا مشوار التنافس حول الحصول على لقب أمهر طباخاوي في المغرب، وبالوصول الأسبوع الخامس من التباري الحكام غادين يزيدوا يرفعوا من مستوى الصعوبة والانتظارات. في الاختبار الأول امتحان التقنيات غادي يرجع، لكن هذه المرة غادي يكونوا مطالبين بإظهار مستوى احترافي في تقطع الخروف. وبالمرور الاختبار الثاني المشاركين غادين يتشكلوا في خمس فرق غتصارع من أجل تحضير طبقين بطرق طهي مختلفة بمكون إجباري وبمرافقات من اختيارهم، ومن بعد ساعة ونص لازم تقديم طبق مشرف شكلا وذوقا، والثنائي الحاصل على المرتبة الأخيرة غادي يواجه مصيره في اختبار الحسم واللي فيه الضغط هو سيد الموقف. وفي نهايته غادي نتعرفوا على سادس مغادرة أو مغادر للمسابقة. بغيتوا تعرفوا شكون؟ كونوا في الموعد 3 جاي على دوزام.